السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله يا جودر. منا ومنكم يا شيخ عبد الأحد. شغلاك البومة اللي على الشجرة؟ آه. حاسس إنها متابعانا من ساعة ما اتحركنا. تشغلش نفسك بيها. على رأيك، وأنا هشغل دماغي ليه؟ أنا جوعت. تاكل معايا؟ ناكل لقمة مع بعض بقى عشان يبقى عيش وملح. يلا بسم الله. معلش بقى، أنت اللي استعجلتني، ما لحقتش أجيب أكل معايا. يلا بسم الله. كله طعام ربنا. الله، طب ما طالما كله طعام ربنا بتزيحوا ليه؟ أصل أنا نويت أدوقك صنوف جديدة من الطعام ما مرتش عليك قبل كده. صنوف جديدة من الطعام؟ ودي هتوريها لي فين بقى إن شاء الله؟ ده إحنا مفيش مطاعم حوالينا هنا ولا يحزنون. اطلب وأنت تشوف. أطلب وأنا أشوف؟ طب أنا عايز لحم غزال مشوي. ده اسمه جراب الطعام، هو خادم ينفذ لك كل صنوف الطعام اللي انت عايزها. يا قوه الله، دي حاجه تطير العقل. اللي يطير العقل يا جودر لسه ما جاش. اشترك في باقات واتشت الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.